في إطار الشهوة الرمضانية، أشنو بغى تعطينا هدى اليوم؟ اليوم حبيبتي من الشهوات الرمضانية اليوم كان طلب كتير 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 على شناك مالح وحلو ولي كرواسون اللي كيكونوا بطريقة سهلة اللي ممكن يحضروها الناس في البيوت ديالهم. اليوم حنا مادام متبعين واحد البروغرام ديال الشهوات الرمضانية فبالتالي غادي نعطيوه اليوم على شكل مالح وفي نفس الوقت كنعطيوه بين قوسين الناس اللي بغاو يديروا حلو. نعم اذا باش نبداو بالمقادير صافي. لا واش الشناك واش الكرواسون؟ نفس العجين حبيبتي نفس العجين غنستعملوه الشناك والكرواسون وحتى اللي كنقولوا لي بتي بان. يلا على بركه الله كتي المقادير. اذا عندنا 500 غرام طحين فورس، نص كيلو ديال الفورس، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، الخميره المعجونه، واحد خميره ديال الحلوه، معلقه ديال الزبده، معلقه كبيره صغيره، هي معلقه كبيره، نص معلقه صغيره ديال الخل، بيضه، شويه ديال الملح وشويه ديال البزار، معلقه كبيره ديال الحليب غبره، بودرة الحليب، ما يعادل ثلاثة المعالق كبار حتى ربعة المعالق كبار ديال الحليب السائل للناس اللي ما لقاوش غبرة. نعم دونك اللي كيعادلها نورمالمون ربعة المعالق كبار ديال الحليب السائل. نعم نص معلقة صغيرة ديال السكر. داتي شحال؟ نص معلقة. نص معلقة صغيرة ديال السكر. و 250 غرام ديال الزبدة، مارغارين ديال التوراق، اي نوع ديال الزبده، حبه ديال لقاو الزبده ديال التوراق، الناس اللي لقاو الزبده خاصه بالفيلتاج يستعملوها او لا يستعملوا المارغارين. نعم فقط هذوما المقادير. نمشيو دابا للطريقه. اذا غادي ناخذوا الدقيق، الطحين، لا بلاتي نذكروا بالمقادير باش المستمعين يمشيو معنا ياك. دونك 500 غرام ديال الطحين فورس يكون من نوعيه جيده. من الاحسن يكون ديال الحلوه ياك. احسن شيء. معلقه كبيره ديال الخميره ديال العجين، خماره وحده، معلقه كبيره ديال الزبده، نص معلقه كبيره ديال الخل، بيضه، الملح والابزار حسب ذوقي شويه ياك، معلقه كبيره ديال الحليب غبره اللي كيعادلها اربعه ديال المعالق كبار ديال الحليب السائل، نص معلقه نص معلقه صغيره من السكر، و 250 غرام من الزبده ديال التوراق. اذا نمشيو للطريقه. اذا الطريقه هي على التالي، غادي ناخذ الدقيق غيتغربل اول شيء. ياك نديروه في واحد القصعه، نديروا عليه واحد الحفره، غنديروا ديك الحفره غنضيفوا فيها بيضه اول شيء، ودائما منين نغربلوا الدقيق نغربلوا معاه الخميره ديال الحلوه باش كتنسجم مع الدقيق. كنديروا حفره في داك الدقيق، كنديروا فيه بيضه، معلقه الزبده اللي تكون غير مرخوفه ما تكونش ذايبه، غير نخفوها تجبد من الثلاجه بحال اللي كنا قلنا المره اللي فاتت، تبقى من الثلاجه مجبوده واحد الساعه. نص معلقه صغيره ديال الخل، ملحه، شويه الملح، الابزار، الملح هنا الا غادي نستعملوها ملحه فبالتالي كنستعمل واحد نص معلقه ديال الملحه، راه ماشي قبصه الملحه، حيت النوع ديال الكرواسون من النوع اللي كيجي المذاق ديالو الملحه كتاثر عليه والسكر كيأثر عليه، فبالتالي يعني الا درنا قبصه راه ما غاديش ملحه، غاتجيك لاباط عيانه، فبالتالي نص معلقه ديال الملحه وشويه ديال الابزار، قبصه ديال السكر اللي هي قلنا نص معلقه صغيره ديال السكر، وغادي نوضعوا ديك الزبده، غنوضعوا جميع المواد اللي هي عندنا ما عدا ديك رابعه ديال الزبده اللي هي عندنا خاصه بالفيلتاج. غادي نجمعوا الكل بماء بارد، شويه ديال الماء بارد، وغنبقى نعجن بها حتى تولي عندي على شكل كره لينه وي، ما تكونش قاصحه بزاف لانها غتعذبني في الخدمه حتى في الدليك ديالها، وما تكونش خفيفه كثير، يعني ماشي عجينه المسمن ولا لا، بين وبين الماء كيكون بارد، يعني بارد ما من روبيني عادي يعني، فبالتالي ماشي دافي. وغادي تعجن، غادي ناخذ ديك العجين غادي نجيبها ديك الكره باش تجيني سهله، الناس اللي كيصوبوا لاباط فيلتر غتجيهم سهله.
ديالنا غيجيبوا ديك العجين غيحلوها غتورق هكا على شكل مربع وغدير الزبده وغتطوى. هنا الناس اللي ما كيعرفوش لاباط فيلتي الناس اللي ما كيف ما عندهم يعني ما كتصدقش يا اما مشكله فيها، فبالتالي غندير واحد العجينه اللي هي سهله، طريقه اسهل ما يمكن، يعني ممكن العيالات كاع يستعملوها. غادي ناخذوا العجينه غنديروها شكل نحربلوها على شكل طولي بحال اللي غنصوبوا الفقاس شكل باغيت، وغنقسموا ديك العجين على 8 ديال القطع، 8 ديال القطع غادي نجيب غنقطعهم نغطيهم واحد الدقيقه غير يرتاحوا بيد من وجدت الطبله وبيد من درت المدلك، نرش واحد الطبله بالطحين نبدا نورق مدلك يعني بالمدلك نبدا نطلق العجينه ديالي. احسن شيء هو ندير على شكل مربع نبدا نطلقها وانا كنحاول نقاد لها الجوانب ديالها تتولي على شكل مربع. زائد واحد الحاجه جميله هي ملي كنقطعوها على داك الشكل الحربي نحاولوا ما نحربلوهاش يعني ما نلويوهاش على شكل كره لا نخليوها على داك الباغيت على شكل طولي على شكل طولي. علاش ملي كنقطعوها كنقلبوها على شكل اسطوانه، فبالتالي باش نبداو نطلقوها ما تجينيش دائره، ما بغيتهاش تجيني دائره تجيني شكل مربع. فنبدا نطلقها ناخذ ديك الرابعه اللي عندي ديال الزبده بحال اللي قلت الزبده ديال التوراق، ما صادفتش عندي زبده ديال التوراق اي نوع ديال الزبده ممكن نستعملو. كنبداو ندلكو كنرشو شويه الدقيق ضروري شويه نشا، اييه نشا احسن المايزينا والناس اللي ما لقاوش المايزينا ممكن يستعملوا غير فورس. فيبداو يورقوا وحده بوحده، غنورق وحده وغنجيب ديك الزبده اللي عندي تكون مرخوفه مزيان فنقطعها شرائح، يعني نقطعها شرائح يعني رقيقه بحال الوريقات رقاق. نبدا ناخذ ديك المستطيل ديال الزبده ونقطعو على هكا شرائح رقيقه، ونبدا كل عجينه طلقتها نحط فوق منها اربعه او خمسه ديال الشرائح ديال الزبده. هي احسن شيء كنديروه بالنسبه لهذا العجين جميله. كناخذوا الزبده كنقسموها على سبعه يعني بحال دابا قطعت شرائح، هذوك الشرائح كنقسموهم على سبعه بحال دابا خرجت ليا 30 شريحه او 35 كنقسم ديك 35 طرف ديال الزبده كنقسموه على سبعه، فالا جاني ثلاثه او جاني اربعه او جاني خمسه. فكنبدا كل عجينه كنحط فيها شويه ديال الزبده. دونك هاد الرابعه ديال الزبده او 250 غرام ديال الزبده ديال التوراق، فحنا كنقسموها على قدسي 30 20 فوالا على حسب القياس اللي هنا. اغلبيه كنقسموها على 30 لان كنبداو نقطعوا شرائح رقيقه كيجينا حتى 30، ديك رابعه كتجينا حتى 30 شريحه. الناس اللي غيستعملوا هي اللي بغى يستعمل يعني الزبده ديال العبر، الزبده العبر كتكون فحال البوماد يعني سهله، هذه كتولي رطبه بزاف بداي تهزي غير معلقه ودهني. اما المارغرين كتكون قاصحه. نعم داكوغ. فنبداو باش ما نبقاوش نصعبوا عليكم الماموريه، جيبي الزبده ديالك وقطعيها، قطعيها طريفات ولا قطعيها شرائح، مهم هو تجيني قد قد يعني ديك الرابعه ديك جدك الرابعه وقسمت على سبعه. كل شويه غادي نجيبو وغادي ندهنو فوق ديك العجينه. ناخذ كل مربع دلكناه كنحطوا عليه سبعه ديال شرائح الزبده ديال الزبده يكون رقاق. نعم فنحط وعاود نزيد عجينه اخرى ونحط شويه ديال الزبده ونزيد ثاني عجينه اخرى حتى كنكمل 8 ديال الورقات اللي عندي. حنا كنبقاو غاديين وكنديروا وحده فوق وحده هكا وحده فوق وحده وديما بيناتهم الزبده. يعني ديك رابعه الزبده غنقسموها على ديك سبعه ديك 8 العجينات كلهم خصهم يدهنوا بشويه 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 ديال الزبده ويتحط وحده فوق وحده. حيت لاباط فيلتي جميله، شنو الاساس ديالها؟ هو كل دوره كندورها خاصها تدخل لنا الزبده. الزبده فيها بصح. داكوغ؟ فهنا كيكون الاساس ديال لاباط فيلتي هو 8، كنبداو في الاول بالطويه كان خصنا يكون عندنا 8 الورقات. فبالتالي ملي كنعاودو نطويو كتولي 16، كنعاودو نطويو كتولي 32، هي غاده حتى كعلاش كنسميوها ميل فاي، نورمالمون راه 1000 ورقه، حنا ما عمرنا كنوصلوا لديك 1000. فحنا كاع الطويات ملي كنطويو كنطويو كنوصل لستة، اما هي فري فري ميل في راه كتسمى 1000 ورقة علاش سمينا ميل في. اذا غادي نرجعوا للعجين. نعم غادي نديروا 8، قلنا 8 ديال الورقات الناس اللي ما كيديروش، رابعة نقسموها على سبعة. نعم وكل عجين كل طرف كل يعني كل مربع ديال العجينة دهنا بالزبدة، حطينا واحد فوق منه ودهنا بالزبدة وحطينا واحد فوق منه توصلنا ل 8 الورقات. نعم مني كنوصل ديك 8 الورقات كنطلقهم كنطلقهم هكا على شكل ورقة وكنرجع كنطويهم بحال اللي طويت مسمنة بحال اللي غنصوبوا المسمن. المسمن اللي كنطلقوا ورقة وحدة ونطويوها بحال هكذاك. جيبوا العيالات منين طوي حبيباتي طوي ديك العجينه تطلق كلها
وتولي عندي 8 الورقات وكل ورقه بيناتهم الزبده ياك، والاخره كدير كتجي انت كندهنها بشويه الزبده ونجيب نطويها على شكل مسمنه. نعم. منين نطويها على شكل مسمنه غنحطها في الثلاجه ترتاح واحد 10 دقائق ونطلقها، وانا عندي لاباط فيلتي بلا ما تعذبت بلا ما درت هاد الدوره اللي عندك خصني تجي هاد الجيه مزوده هاد الجيه محلوله. بزاف الناس كيلقاو اشكاليه، اما تبارك الله ما شاء الله على الليات الحاد قلت اللي هما كيسرعوا لاباط فيلتي ديروا لاباط فيلتي ديالكم عاديه. واللي ما قدرش عليها وبغى هاد الطريقه راه كتجي سهله. صافي كناخذوا العجينه ديالنا وكنورقوها عاود نخليوها ترتاح بحال اللي قلنا واحد ربع ساعه في الثلاجه، نجبدوها نطلقوها 10 دقائق هكاك 10 دقائق ابارتي ديال 10 دقائق ترتاح شويه خرجيها تلقيها، سواء ديري على شكل مثلثات باش ديري ديك الكرواسه تفلحي ديري شكل مثلث تفلحيها من الراس ديري الحشوه وتلوي خرج كنخرجوها من الثلاجه ثم كنعاودو نطلقوها ياك بطبيعه الحال. هنا كتقسمي داك العجين اللي عندك كتقسميه، سواء انت واش باغا ديريه كرواسات كامل اولا باغا ديريه بتي بان اولا باغا ديريه على شكل شنيك. اكيد حنا غنكملوا معاك ونشوفوا كيفاش يمكن لينا نصيبوا منها اما هلاليات اولا كرواسة عادية وشكل اللي بغينا اولا شنيك، لكن بعد الفصل الاشهار متواصلين معكم دائما بشي وقت مجربة وليدة ومع كل المستمعين والحادقين والحادقات اللي الاكيد غيتواصلوا معنا عبر الرقم 05 22 36 10 36 او عبر الاس ام اس 5566. وحنا مازال مكملين مع هدى اليداري خبيرة الطبخ اللي عطاتنا اليوم واحد الطريقة كيفاش يمكن لنا نحضروا شنيك بلاباط فيوتي، فالطريقة اللي هي سهلة وما كتاخدش الكثير من الوقت، يعني عكس اللباط اللي معروفة بالتوراق وبأنها كتدخل الثلاجة وكتعاود تخرج ونعاود نعملوا لها الزبدة وندخلوا، هذه كتدخل غير مرة واحدة وكتعمل. فاحنا وصلنا للطريقة اللي قلنا أننا مني كنديروا يعني ورقة كنشدوا العجينة ديالنا أولا كنعملوها على شكل باكيت ثم كنقسموها على 8، كل طرف كنشدو كنورقوه بنشا يعني كيجي تقريبا مستطيل اولا مربع، كنعملوا عليه ديك 250 غرام ديال الزبده اللي قلنا من الاحسن انها تكون ديال التوراق، فاحنا كنقسموها على 30 شريحه وكنبداو نقسموا دوك 30 شريحه على دوك 8 ديال الوريقات، يعني كنبداو نعملوا تقريبا 5 ديال الشرائح ديال الزبده حتى ل7، وكنبداو نحطوا عاوتاني ورقه ديال العجينه ثم شريحه ديال الزبده ثم العجينه حتى كنكملوا 8، ثم كنورقوا مره واحده. من بعد كنطويو العجينه ديالنا على شكل مسمنه يعني مربع وكندخلوها الثلاجه 10 حتى 15 دقيقه ثم كنخرجوا وكنقطعوها بشكل اللي بغينا، بغيتها شناك ديرها مستطيل بغيتها بحال اللي قلتي هلاليات كرواسون كنديروها على شكل مثلث، وبغيناها لا بتي بان كنديروها على شكل مستطيلات صغار وكنحطوا الشكلات ديالنا وكنلويو وكنقطعوا. هنا نرجعوا للمالح، حنا كنا قلنا عطيناه اول شيء مالح، فبالتالي الحشوات كتبقى لكم حريه الاختيار. شتي جيبي لشنك الناس اللي كيبغيو اللي باغيين حلو اللي باغي الناس اللي باغي لشنك حلو نعرفوا الطريقه، نجيبوا مستطيل يتدهن بشويه ديال الكريم باتيسير، كريم باتيسير كاع الناس عارفين كيفاش كتستعمل، كنديروا فوق منها شويه ديال الزبيب اولا شويه ديال الفواكه معسله، يعني ديك البنانات مقطعين ولا ديك فواكه معسله ولا شويه شكاط، حكي غير شويه شكاط وديريه ولوي. نعم. منين كتلوى على شكل بحال اللي كتلوي بالزربيه. كنطوي بداك الرولو كنديرو في المجمد واحد 10 دقائق في المجمد ونجبدو نقطعوه دواور ندهنوه بالبيض وندخلوها للفران. اما بالنسبه الا بغيناها مالحه بحال اللي قلنا حنا تابعين الشهيوات الرمضانيه، الناس اللي بغاو الشهيوات الرمضانيه احسن شيء. الناس بزاف ملي كنستعملوا لاصوص بيشاميل كتعذب ملي كنبغيو نقطعوها ولا ملي كتبدا تطيب كتخرج لك لاصوص بيشاميل، احسن حاجه نديروها باش تجينا سنيك مالحه نجيبو غير الفروماج ولا الجبن. يعني عوض ما نديرو في الحشو اصلا في العجينه كنكثروا الملح على السكر، وبالنسبه للطريقه ديال الشنيك اولا ديال الكرواسه عاود ما نعمرو بالفواكه المعسله اولا بالشوكولا اولا بالكريم باتيسير كنديرو هذا الفرماج محكوك وكنلويو بنفس الطريقه غيجيو مالحين. فرماج وكنقدروا بحال دابا جميله عوض ما نستعملوا ديك الكريم باتيسير حيت بزاف الناس قالوا لي ودي كنستعملوا ديك لاصوص بلونش ملي كنقطعوها كطيب كتبدا تخرج لينا. اكيد. داكوغ. فبالتالي قلت لهم احسن حاجه نديروها فروماج، جيبو يعني يا اما فروماج يا اما جبن، جبن اللي كيكون مسوس حتى هو كيجي لذيذ دهنوه. الناس اللي ما توفروش على الجبن جيبو غير جوج فروماجات مثلثه ودهنوها، واحسن حاجه بيني وبينك تجي ديك الالوان في الشنيك هي خيزو القرعه يتحكو هكاك الغليظه ويتشحروا في معلقه ديال الزيت ومليحه ودريس ديال الثومه ونديروهم فوق منها فوق ديك الفروماج ولوي ولا شنيك. ها هما وليدات والناس اللي بغاو يديروا الكفته يعني ديروا الخضره ورمي فوق
قمنا شويه ديال الكفته او لا جيبي الكروفيت وقطعيه صغيور 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 ولويه حتى هو ديري غير الفرماج ديري شويه الكروفيت او لا ديري شويه الخضره حسب الاختيار كل واحد وشنو عنده في الدار. نعم وكاينه حتى فكره اخرى اللي مثلا الناس كيصيبوا كرواسات عاديين من بعد فهم كيعمرهم بالحشو اللي بغاو حتى هذه طريقه يعني طرق يعني كلها كتادي الى مائده رمضانيه بطبيعه الحال ان شاء الله يا ربي الله يدخل لنا الصحه والسلامه اللهم امين يا ربي. اذا هذه الطريقه هذه ان شاء الله غنزلوها في الصفحه ديالنا في فيسبوك شاده الاسره لكن الان غنحروا بعض المكالمات اللي كتجينا دائما على 05 22 36 10 36. ام اسماء من الدار البيضاء السلام عليكم. عليكم اختي جميله كيف عمتي لاباس عليك؟ دايره مع صحيحه لاباس كيدايره الاخت هدى طولي عمرك لاله سلموا لي على امينه وقولوا لها مبروك عليها الله يبارك فيك سلام مبلغ ان شاء الله. الله يعطيك السر بغيتها هي تعاود لي المقادير ديال الكرواسه ديال دروك اللي دات راني كنت ما كنتش حدا الراديو وسمعتها وعجبتني وطريقه راني سمعتها هذه ما ان شاء الله ان شاء الله طلبك مجاب باذن الله. اذا ناخذ ام بدر من الدار البيضاء. ام بدر السلام عليكم جميله. وعليكم السلام والرحمه. كي دايره لاباس عليك؟ بقيتي شويه؟ شويه الحمد لله. درتي لا غوسيت ولا لا؟ ما جازه انا واحد شويه. وسهلا بنتي ما تنوعراش. ما جازه ما جازه. واش كي دايره هدى؟ الحمد لله لا حبيبتي الله يطول لي عمرك ربي يحفظك. انا ما كرهتش التليفون ديالك هدى. مرحبا على الراس والعين. انا نعم فوق بزاف تشكيلات ولكن بغيتك تعاوني معايا. مرحبا على راسي وعيني. الله يخليك الله يخليك. المهم هدى الله يجازيك خير واحد السيده اللي عيطت لي دابا قالت لك بغات البالمي يكونوا مملحين مملحين ماشي حلوين كاينين البالمي حيت البالمي كنديرهم في السكر بزاف. مرحبا ولا جات على خاطرك. مرحبا عطيهم ليهم الله يجازيك بخير. مرحبا لاله على راسي وعيني يا حبيبتي امري حبيبتي نرجع عند هي تعطيني التليفون. اي حبيبتي دوزك عند زينب تعطيك التليفون. اذا مشكوره ام بدر على نصائح ديالو كذلك كنتمنوا التوليدات ديالها واللي كتعرف واللي كيدوز امتحانات فهي دائما كتدعي لهم بانهم بالتوفيق والنجاح يا رب. ناخذ فتيحه من الصويره. فتيحه الو السلام عليكم. ألو فتيحه السلام عليكم كيف عامله لاباس عليك؟ لاباس تفضلي فتيحه. كثيرة جميله اللهم لك الحمد. كثيرة لهدى الله يطول لي عمرك لاله فتيحه. بغيتي نسول هدى حبيبتي واش اللوز اللي في السله؟ اييه داك اللي مقلي بقشرته واش مقلي في الزيت ولا مقلي؟ لا في الزيت حبيبتي الزيت اولا ديري في الفران لكن حريه الاختيار. اه شكرا. وبالنسبه للشباك هي اللي بغي عجنها غير بما الزهر. غاتجيك شويه قاصحه لاله. اه شكرا. وبغيت النمره ديالك. مرحبا لاله انا غنعطيها على الهواء تنبغي نسالي وتنقرب ونسالي. الاكيد فالارقام لا رقمك لا الارقام ديال الناس اللي كتعرفي فيها كلهم موجودين على صفحتنا الفيسبوك شاده الاسره فمع المستمعات الكريمات الى انهم يشاركوا معنا ويدخلوا لهذه الصفحه ديالنا اللي هي مخصصه لهم وحنا عملناها الاساس باش كل الاسئله ديالهم تكون مجابه باذن الله فما عليهم الا يعملوا شاده الاسره وغياخذوا كل الطلبات وكذلك كل الشيوات اللي كيحبوا يشوفوها معنا. نجاوبوا على طلب ديال ام اسماء من الدار البيضاء بغات المقادير ديال شناك اللي عملنا دابا هدى من عندك ومن عندك. ماشي مشكل حبيبتي طلباتهم اوامر. عندنا لاله بالنسبه للشنيك او الكرواسه اللي قلنا حنا قلنا حلوه او مالحه وزائدا نعطيو بانه الا بغي الناس اللي بغاوها تكون حلوه ممكن يستعملوها يعني نحيدوا غير داك نص معلقه الزبده وديك شويه ديال البزار حبيبتي ونستعملوا ثلاثه المعالق كبار ديال سنيده هذه بين قوسين. اذا في المقادير عندنا نص كيلو ديال الفورس لاله نص كيلو ديال الطحين الفرس خاص بالحلويات يعني يكون النوع اللي هو مزيان يكون اللون ديالو ابيض. معلقه كبيره ديال خميره الخبز واحد خماره ديال الحلوه معلقه كبيره ديال الزبده نص معلقه صغيره ديال الخل بيضه قلنا ملحه وشويه الابزار اللي هي نص معلقه صغيره ديال الملحه شويه البزار نص معلقة صغيرة ديال السنيدة معلقة كبيرة ديال الحليب بودرة أو ما يعادل ربعة المعالق ديال الحليب السائل وماء بارد للعجين. فبالتالي الناس اللي بغاو لشنيك كرواسة تكون حلوة ممكن نستعملوا نحيدوا هاد نص معلقة ديال الملحة وشوية ديال البزار ونستعملوا ثلاثة حتى ربعة المعالق كبار ديال السكر سنيدة داكوغ
هادو هما المقادير. طريقه حنا عطيناها بطريقه مفصله يعني الناس اللي هما هذه راه ما غاتجيهمش صعيبه، حتى الناس اللي ما كيصوبوش لاباط فيتي فهي طريقه سهله بصحه بالراحه. اذا مشكوره. بالنسبه للطلب ديال ام بدر اللي بغات لي بالمي يكونوا مالحين، فطلب غنسجلوه ونعملوه الخميس باش يكون في اطار دائما الشيوات الرمضانيه. كذلك بالنسبه لفاتحه فانت جاوبتيها اللي سولاتك على سلو بالنسبه للوز اللي فيه، قالت لك واش مقلي اولا محمر في الفران. بالاضافه انها كتسول واش غيمكن لها تعجن الشباكيه ديالها كلها بالمزهر؟ لا غاتجيها قاصحه، غاتقصح لها شبكيه لان كانت مزهر بوحدو غتعذبها يعني في الطياب. ماشي هي غيجي مذاقها زوين بزاف، ولكن هي غير نص معلقه نص كاس من ماء الزهر الا كان نوعيه ممتازه راه غادي يجيها المذاق ديالو. فبالتالي سي با لا بين يعني تعجنها كلها بالمزهر. اذا جوابك كان واضح. هنا دائما في اطار الاس ام اس 5566 كنتلقاو كذلك الاسئله ديالكم مستمعياتي الكرام. السلام عفاكم، بغيت الطاجين ديال السلاوي حسنا. راه عرفنا كاين في الفيسبوك، قولي هلا. اذا هدى شنو بغات؟ الطاجين الطاجين متوفر. حنا قلنا السر فقط ديالو، حنا قلنا عطينا طريقه ديال الطاجين التحضير ديالو حيت دابا وقت السلاوي. فبالتالي هو طريقه اللحم يعني اي نوع حبيباتي ديال الطاجين كيف ما كان نوعه بغينا السر ديالو كلديد يتقلى مزيان تكون فيه البصله مشلده رقيقه بزاف. مطيشه السلاوي كيبغي مطيشه، فبصله ما نديروش معها مطيشه مباشره لان البصله طلق الماء مطيشه طلق الماء ما نقول لكمش غتولي عندكم الماء كثير في الطنجره. فبالتالي حبيبتي خذي البصله خذي اللحم جوج دراسات ديال الثومه زيت الزيتون زيت المائده وديريهم يتشحروا الثومه والبصله فقط بلا ملحه لان الملحه غتطلق الماء ما تخليش البصله تعلق داكوغ. فبالتالي ناخذوا ديك البصله وديك اللحم وديك الثومه يتشحروا مزيان، البوطه ما تكونش مجهده بزاف مويان، تغطي الطنجره تخليها تشحر ساعه ساعه نحركها. احسن حاجه تستعملوها هي نبداو نحركوا الطنجره المغرفة العود ماشي المغرفة ديال الحديد. من بعد مني كتقلى مزيان ديك البصلة وديك التومة عاد كنضيفو عليهم مطيشة، مطيشة تكون محكوكة وحدة كبيرة تكون محكوكة ونديرها في الطنجرة، نضيف عليها العطرية ديالي ونضيف الربيع سكينجبير والبزار شوية العطرية ديال اللحم شوية الخرقوم بلدي ولا خليط الزعفران كيجي ألد والملح ديالي ونخلي داك الطنجره عاوتاني كتقلى عاوتاني واحد 10 دقائق اخرى. ما تستغربوش راه الطاجين اللي بغينا يطلع لنا مرقه زوينه تقلى حتى واحد 20 دقيقه ديال باش تقلى ديالها الوقت ديالها باش تشحر مزيان. فبالتالي ملي كتشحر ديك مطيشه وتكون دائما الطنجره مغطيه كوكوط او ماشي تسد غير غطي حبيبتي الطنجره خليها تشحر مزيان حتى تبان لك ديك الماكله واقفه. يعني ديك مطيشه وديك البصله تعلكوا هما ديجا تعلكوا قبل ما تزيدي انت الماء، ما تزيدوش الماء بزاف، السلاوي ما كيبغيش الماء حبيبتي كثير، كاس الماء كبير لا غير، نسد الكوكوط نخلي اللحم كيطيب شويه، ناخذ السلاوي نديرو في واحد العليبه ولا في واحد البانيو صغير، نضيف عليه شويه ديال الربيع، نضيف عليه شويه عطريه ديال اللحم، شويه ديال الثومه غبره الا توفرات، شويه من خليط الزعفران، نشرملو هكا وشويه ديال عطريه اللحم، هذه من الضروريات، كنشرملو ومعلقه ديال زيت العود، كنشرمل ديك اللي قلنا السلاوي نشرملو مزيان وعاد نحطو في الطنجره اولا نستفو في الطاجين او غير نقلبو في هذاك حيت هو ديجا نسمتو طريف الحامض مرقد معاه ونسد الطنجره ما تبقاش كثر واحد المده كثيره. فبالتالي الكوكوط اللي كانت الكوكوط ما تسدش عليه اكثر من واحد 5 دقائق هو كيطيب بسرعه. مني كيطيب كتبغي تحلي الطنجره وتنقصي البوطه عليه وتخليه معريه ديك الطنجره كتعلك حتى تبقى غير مريقه واقفه وملكه. فبالتالي كوني على يقين انه غيجي لذيذ بزاف. بالتالي ملي كيوقف وكيتعلق كنزيد عليه مقدار واحد معلقه صغيره ديال العصير الحامض وكنخليه يعني وما نحركش الطنجره غير بيدي اليدين ديال الطنجره كنبقى نهزها ونحركها شويه بشويه. فبالتالي كنلقى ديك المرقه تعلكات مع ديك مطيشه لان مطيشه كتقل المرقه والبصله معها هي مقطعه رقيقه غتعلكها. فبالتالي غادي تجيك مريقه واقفه السلاوي ما يبغيش الماء بحال اللي قلت كثير يبغي شويه الماء يبقى اخر علاش قلت انا الطنجره تعرى وتخليها محلوله وخلي بوطه مهيله وخليها كتعلق على خطره وبالصحه والراحه حبيبتي كوني على يقين انه يجيك جديد ان شاء الله. مشكوره هدى يعني بحال اللي عاودتي الطلب لان كاين فعلا سر ديال الطاجين بالخضره يعني ملي كنقولوا خضره فهي كتماشى مع الكل فهو موجود في صفحتنا ديال الفيسبوك فرجاء ما تقولش لي عافاك حطيه لينا.
لانه موجود في الفيسبوك. ناخذوا بعض المكالمات اللي دائما كتوردنا على 0522 36 10 36. نوال من جرادة. نوال على السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. اختي الله يخليك، انا بغيت نسول هدى على ديك الجلابية الطويلة وبغيت الفيلة ليا نتاع فهد. نعم، اذا طلبك واضح ناخذ بعيدية من الدار البيضاء. الو السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. شكرا على هذا البرنامج وعلى الافادة اللي كنستافدوا من عندكم. وبغيت نسول اختي هدى الله يجازيها بخير واحد السؤال. نعم مرحبا حبيبتي. نعم لالا امري. اولا شكرا جزيلا والله يكثر من مثالكم. الله يطول عمرك. عافاك. بالنسبه للحلو بغيت ندير ديك طريقه الزبيب اللي قلتي نديرو في الكونجيلاتور حتى يجمد ونطحنو باش نحلي به الحلو. اييه بغيتي الناس مالي السكري. اييه مرحبا لالا. نعم هذاك ما يطلقش ليا الماء، ما يطلقش ليا الماء في الفلو من بعد. لا لا غير الزبيب يكون ناشف. ملي تجيبي الزبيب مسحيه بزويف فيه شويه ما زهر، ما تغسليهش ما تفسقيهش، مسحيه غير بواحد الزيف ابيض ناشف، كثري فيه شويه ديال الزهر ومسحيه باش ياخذ ديك النسمه ديال الزهر، وديريه في بلاطو وكوني على يقين بانه ما غيطلق لك لا ماء لا حموضه لا حتى شي حاجه. غير خدي الزبيب ماشي اللون ديالو احمر، اللون ديالو احمر راه كيطلق الحموضه. اللون ديالو ابيض كيبقى حلو. نعم صافي، هادو طحنوا ديروا في مجمد وطحنوا وبالصحه والراحه حبيبتي. ناخذوا نعيمه مخريبقه. نعيمه السلام عليكم. السلام عليكم اختي جميله. كيف عامله لاباس عليك؟ عشر مبروكه علينا وعليك وليت مليتي ان شاء الله. السلام اختي هدى كي دايره بخير؟ لاله نعيمه صباح النور حبيبتي. وشكرا على الوصفات ديال كلهم رشد. طول لي عمرك لاله. مرحبا لاله. وانا طلبتكم ديك الاسبوع على هريسه حلوه يعطيك السر. مرحبا لاله. يا شكرا ورمضان كريم. شكرا لله علينا وعليك وعلى كل الامه الاسلاميه. ان وصلوا دائما في اخذ المكالمات ديالكم وكذلك الاسئله ديالكم، لكن عبر الاس ام اس 5566. الناس كتسول على الحريره وعلى السواد البلبوله، كل هاد المسائل هذه وكل هاد الشربات ان شاء الله غنعملوهم يا اما الاسبوع المجي اما هذا الاسبوع، باش ان شاء الله يكون استعداد لشهر رمضان ان شاء الله. كذلك دائما الغزالات، واش ممكن نخبيو البريوات ديال اللوز في الفريغو؟ بطبيعه الحال ممكن. مقلي حبيبتي او غير مقليين او داخل الفران، كيف لك حريه الاختيار. وحبيباتي نقول لكم الا غنخزنوا في الكونجيلاتور بيني وبينكم احسن طريقه، غنديروا في المجمد. شادين بلاصه في المجمد. ما نقليوهمش كلهم، كونوا على يقين. علاش؟ لان احنا ملي كنحطوا المائده كنقدروا ناكلوا غير وحيده من البريوات، ولكن العين كتاكل قبل. فبالتالي ديروا واحد الحاجه اللي هي زوينه، نجبد البريوات. انا واقفه في الكوزينه نزيد 5 دقائق اخرى من وقتي، ناخذ ديك البريوات نديرهم في المجمد. تطوا وتبارك الله لالياتي وداروهم في المجمد في العلابي حبيباتي، وداروا في المجمد نجبدهم مره في 3 ايام. نقلي واحد الكونتيتي غير صغيره غير شويه، ندير واحد الكاسرونه فيها الزيت ونبدا نصفيه مره وكاسرونه فيها العسل. ودائما باش نحتفظوا بالزيت، الزيت ديال القليان باش يبقى لكم مده طويله وما يكحلش وما ياخذش داك اللون البني. دائما كاين واحد السر باننا كناخذوا كاسرونه اللي كنستعملوا فيها نقليو فيها البريوات او لا نقليو فيها لي فخيت بطاطا مقليه، كناخذوا كل مره. دابا انا جبت الزيت درتو كيسخن، خويته في كاسرونه درتو كيسخن، كناخذ خيزوه كنقطع دوائر يعني بلا ما تنقي ولا تغسل تمسح من الماء، وناخذ نقطع دواور، ناخذ ديك الدواور ندير 4 ديال ديك الدوائر، يعني واحد في هذا الراس وواحد في هذا القنت وواحد في هذا القنت وواحد في هذا القنت، بحال اللي كنربع ديك الكاسرونه ولا المقله. كندير فيها داك خيزو، قلي حتى البريوات يتقلاو، هزيت البريوات هزيت معاهم داك خيزو. عاوتاني ملي كنبغي ندير المره الثانيه عاوتاني البريوات كنحط 4 ديال الدوائر تخيزو، وتيقيني بانه ملي غتصفي الزيت كتقلبيه 8 حتى 10 المرات ما كيكحلش، كيبقى صافي كيبقى اللون ديالو عرفتي. ومني كتحيدي داك خيزو كتحيدي قهوي، شرب كاع ديك الكحوله ديال الزيت. غير الزيت ملي تسالي منه حبيباتي يبرد، خليوه يبرد، ما عمرنا نصفوه هو سخون، يبرد. ومنين يبرد نديروه في واحد القرعه الزاج ونديروه في باب ديال الثلاجه، ما غيضيق لنا والو. نخليوه الوقت اللي انا باغي نقلي شي بريوات هكا في رمضان، نجبد ديك القرعه ندير المقله ديالي ولا الكاسرونه وندير الزيت ونقليهم. فبالتالي البريوات ديال اللوز بحال اللي قلنا نجبدهم من المجمد مباشره للزيت، الزيت ما تكونش سخونه تكون بارده. فبالتالي نقلي غير شويه، نقلي غير ديال 3 ايام هادو ديال اللوز، قلي 3 ايام غيبقاو لك. منين تساليت الفطور ديالك جمعيهم ديرهم في واحد البواطه، 3 ايام راه كيبقاو مقرملين. فوق 3 ايام كيبداو يبردوا، كيبداو ينشفوا من العسل، كيبداو العسل ما عندكش مشكل، ديري الكاسرونه وخليها الشهر كله
ما تخافيش منها. يعني فبتالي نستعمل العسل ديال بشويه العطريه ديال الحنفحل اللي قلنا ولا بشويه الزهر وغطي ديك الكاسرونه وخليها الوقت اللي جبتي ديك البريوه تقلي وتفاي في العسل ديال 3 ايام يعني ما عندكش اكثر من قسم زايده فبالتالي شادي بلاصه في المجمد اللهم يبقاو بلاش بلا قليان وكيبقاو مقرملين كتاكلي داك الحلاوه ديالهم باقي لذاد باقي مقرملين فبالصحه والراحه حبيباتي. نعم دائما في اطار الاس ام اس 5566 السلام عليكم ام عمران زوينات شكرا لاباس عليكم اللهم لك الحمد ورك عواشركم علينا وعليك وعلى كل الامه الاسلاميه. انا بغيت نطلب منكم البسطيلات الصغار بالحوت الدجاج الخضر وشكرا. مرحبا. نضج عملنا ديال الحوت ديال الدجاج وعملنا ديال الخضر دينام وكذلك بريوات فالطلب ديالك فهو حاضر وموجود ما عليك الا تشوفي صفحتنا عبر الفيسبوك شاده الاسره. كذلك دائما الاس ام اس 5566 السلام عافاك اللوز اللي كنديرو في سلو النص اللي كنخليوه بالقشور ديالو واش كنسلقوه عاد كنحمروه ولا ما يعني ما كنحمروه بلا سليق او لا؟ هي عندنا قلنا سلو كيلو فالنص كنديروه بقشرته كنحمروه في الفران وكنطحنوه او كنقليوه في الزيت وكنطحنوه على شكل املو اللي كنقولوا على شكل براليني ف انتم لكم حريه الاختيار ياك. اما بالنسبه للنصف الاخر كيتسلق دائما السليق حبيباتي الطريقه اللي كنسلقوا بها اللوز كيطلق كيشرب الماء اول ما تترقديه في الماء غليوا الماء مزيان يتغلى الماء مزيان نديروا الماء يغلى نرميوا اللوز نغطي نطفي البوطه ما عمرنا نخلي اللوز يتغلى في البوطه كيشرب كميه الماء كيطلق لنا الماء كثير زائد واحد الحاجه اخرى والله ما كيتقر من عتي ملي كتعيي معاه في الفرن الداخل ديالو كيبقى لاوي تقليه في الزيت كيبقى لاوي ما كيجيش داك التقرميله اللي حنا باغيين في اللوز ملي كناكلوه هكا مقلي ولا في الفران ديري غير في المطايب خليه غير مجرد بان الماء كيغلى مزيان كندير اللوز كنغطي كنطفي البوطه كنخليه واحد 3 دقائق نصفيه كله بدا نقي نسرحه في واحد الزيت زائد اللوز ما يتغسلش من مورا من مورا يتنقى غسليه جوج مرات باش ما يطلقش ديك الغبره غسليه مزيان 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 جوج مرات عادي دا في الماء طيب فبالتالي الماء ما غيكحالش ما غيجينيش داك اللون ديالو كنجيب كنشفو كنحمرو يا اما في الفران اولا كنقليه في شويه الزيت وكنخليه يا صحيح يا كنهروشو الناس كيبغيوه بزاف يبقى صحيح باين في السلو فبالتالي كيكون يا اما مقلي في الزيت يا اما في الفران وبالصحه والراحه. اذا دائما في اطار تلقي كل المكالمات ديال المستمعين الحادقين والحادقات دائما على 05 22 36 10 36 او عبر الاس ام اس 5566 ناخذ سعيده من برشيد. سعيده السلام عليكم. وعليكم السلام عواشركم مبروك. علينا وعليك وبليت منيتي ان شاء الله. بارك الله فيك. اذا اختي هدى لاباس عليك؟ الحمد لله حبيبتي الله يطول لي عمرك. رمضان مبارك. الله يحفظك يا وين جا. ان شاء الله. يا ربي حبيبتي حنا وانت ان شاء الله يا ربي. حنا هدى بغيت نسولك على واحد البريوات الدجاج وهذا المهم واحد لاصوص فيهم ماشي غير التعليكه ديال الفرماج بحال شي حاجه كريمه فيهم الداخل. معرفتش بشاميل ولكن ماشي مذاق البشاميل. حبيبتي واش هما بريوات ديال الدجاج بالفخوماج وهما فيهم صلصه بيضاء؟ فيهم صلصه بيضاء وكريمي. عرفت 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 حبيبتي شنو اللي بغيتي. مرحبا لاله. غنجاوبك ان شاء الله. ناخذ خديجه من صراغنا. خديجه السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام والرحمه تفضلي. كديري لاباس؟ الحمد لله الله يطول عمرك. كيفاش اختي هدى لاباس عليك؟ الحمد لله حبيبي ربي يطول لي عمرك. شكرا اختي على كلشي الوصفات الله يرك كنجربهم كيطلعوا رائعين. مرحبا لاله تستاهل. شكرا كنشكرك بزاف على الحرشه بالضبط الحرشه ديال الحمراء. اييه رائعه زعما ملي جربتها صافي ما بقيتش كندير شي حرشه اخرى الا هي. شكرا بزاف. صحيه بزاف لاله. مرحبا لاله. صحيه ولذيذه لذيذه. صحتك لاله تستاهلوا كثر. عافاك بغيت نسولك بالنسبه للكرواسه اللي درتي دابا واش ملي نصاوبوا هذيك الكرواسه نخليوها تخمر عاد نطيبوها في الفران ولا ضروري سؤال زوين. كتبقى تخمر ربع ساعه حبيبتي عاد تدهن بالبيض وقبل حبيبتي قبل ما نخليوها تخمر ندهنوها بشويه ديال الحليب ونخليوها تخمر واحد ربع ساعه حتى لثلث ساعه نغطيوها بشي بلاصه سخونه نخليوها تخمر ومنين نبغيو نديروها ندهنوها بالبيض شويه السكر وندخلوا هذيك الساعه الفران فمشكوره بانها ذكرتنا بانها فمشكورين مستمعاتي حبيبتي مشكورين كاملين 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 يعني ردي معك البال ردي البال ما شاء الله الله يحفظهم. اذا الحليب هذا عسيل اييه شويه الحليب علاش غير شويه فوالا غير شويه علاش غير شويه بزليفه كنبداو نديرو الشيته وندهنوه اولا بيدينا حتى لما كانت الشيته ندهنوه غير بشويه بيدينا
نبداو ندهنوا داك الكرواسه ونخليوها تخمر. شحال ديال كتخمر؟ ربع ساعه 20 دقيقه 15 دقيقه حتى ل 20 دقيقه على الاكثر. دونك حتى ل 20 دقيقه ثم كندهنوا بصفر البيض ياك. اييه اذا مشكورين كل المستمعات والمستمعين اللي دائما كيتواصلوا معنا ودائما كيفكرونا بالكثير الكثير من الاشياء كيفكروا هدى. اذا دائما تلقي المكالمات دائما على 0522 36 10 36. فاطمة الزهراء من فاس. فاطمة الزهراء السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه. كي دايرين لاباس عليكم؟ اللهم لك الحمد. عواشركم مبروكه علينا وعليك. كيفاش يا هدى لاباس عليك؟ الله يطول لي عمرك حبيبتي ربي يحفظك لي. أنا حسني الشرف أول مرة غادي نشارك معكم في هذا البرنامج. وإن شاء الله ما تكونش الأخيرة فاطمة الزهراء. أنا ديما نوصية لهذا البرنامج ديما كنسمعو ولكن ما كيشدش خاص. ها هو اليوم أشد لك حبيبتي. عارفة كيعطيني أنا دابا أنا عارفة شي كوزينة ياكي. أييه. وبغيت شي شي ناوي يكونوا معمرين ساهل يعني ولا شي حاجة تصومين حاجة اللي كتمشي وساهلة. أنا بغيت شي حاجة يعني ناوي ولا مسمن يكونوا ساهلين. دوك ملاوي او مسمن يكونوا معمرين وساهلين. مالحين حبيبتي؟ نعم مالحين. ما سمعتكش. ملاوي واش معمرين مالحين ولا حلوين؟ لا ما يكونوش مالحين يكون عاديين. الملاوي عاديين والمسمن يكون معمر. حيت دابا راه جلي كيبغي داك الشيء الماكله تكون زوينه وانا ما كنعرفش نطلب لها حتى حاجه. لا ان شاء الله طلبك غيكون موجب ان شاء الله وغتعلمي كيف حنا تعلمنا مع هدى. الاكيد ما عليك فاطمه الزهراء من فاس واللي اول مره كيقبط لها الخط فكنتمنى ما تكونش الاخيره الا انك تتواصلي معنا عبر صفحه ديالنا شاده الاسره اللي فيها الكثير الكثير من الوصفات اللي غتخليك دائما في عوينات الزوج ديالك وكل اسره من الحادقات من السيدات اللي كيعرفوك اكيد في الطبخ المغربي والطبخ العربي والمشارق ان شاء الله. جميله واحد الطريفه. نعم طرات لي واحد السيده عطات لي وحق الله العظيم خلاتني نضحك وبغيت نشاركها مع المستمعين. فمشكوره حبيبتي اتصلت بيا قالت لي هدى درتي واحد الاجر. قلت لي يا ريت ربي بلغنا نديروا الاجر يا ربي. فقالت لي انا اختي اللي منها وقالت لي تبارك الله ما عمرها دخلت الكوزينه قليل فين كتدخل يعني. قالت لي لا دارت لنا شي حاجه هكا بيض طلقت البيض قطعت الكاشير قطعت شي حاجه. قالت لي هكذا فبالتالي قالت لي النهار اللي كتسمع لكم شي الاسره وليت كتجرب. قالت لي واحد النهار جايين عندنا الضياف جايين عندنا الضياف قلت لهم انا اللي غندير لكم دجاج محمر. انا اليوم شفت هاد الاسره دجاج غندير لكم دجاج محمر. فبالتالي قالت لي اقسم بالله الا درت داك الدجاج. قالت لي الضياف منين دخلوا داقوا دجاج كي طيب طيبت فلانه. فبالتالي قالت لي ما خرجت خطبوها لولدهم. فبالتالي قالت لي زوجتي واحد البنت قالت لي. فكنت قلت لها الله يكمل عليها يا ربي بالخير على جميع بنيات المسلمين. فبالتالي قالت لي بدرت ما عجبهم الدجاج ولا كياكلوا كيقول لها ولدي زعما سعدات لي غيديا. ايوا قالت لي منين عرفوها ما مزوجاش. قالت لي ما قول والو هي قالت لي دابا والله الا قلت لي الخطبه ديالها كانت نهار السبت. ايوا مباركم سعدات لي كنتسنى. قلت لها ما طريفه عرفتي تصوري بانها كنت يعني علاش قلنا دابا بحال اللي قلتي برافو ترجع للفيسبوك راه كاين وصفات كثير 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 يعني ما شاء الله تعلم حتى تقول بركة ان شاء الله. وحنا كنتمنوا دائما الحظ الاوفر لكل العازبات ان شاء الله. علاش لا ودائما كيف قلتي بشيوات وبهذا تكون طريق علاش لا بطبيعه الحال. اكيد غنواصلوا معك هدى لكن بعد الفصل الاشاره. انا في شيوات مجربه ولديده معكم انتم مستمعي الكرام ومع هدى اليداري ودائما في مكالماتكم كذلك على الاس ام اس 5566. السلام الغزلات هذه فاتي من وجده اختي هدى عفاك بغيت نعرف كي ندير نيبس المشمش. الزوج ديالها جاب لها كميه كبيره من المشمش وما عرفاتش كيفاش دير باش انها تحافظ عليه. فبالنسبه باش تيبس المشمش، المشمش قلنا غنحيدوا له داك العظم ديالو يعني تحلو من واحد الجنب ترجع باش يتسد. فبالتالي ما تحلوش كامل يعني ما تقسموش على جوج غير تحلو تحيد العظم وترجع ثاني تسدو وتوضعو تمسحو ما يتغسلش وما كيصلحلوش يتغسل يعني غير تيبس ما يصلحلوش يتغسل. تاخذ واحد اللاطا اللي توضع فيها الزيف وتكون الحراره وتحطو في شي بلاصه اللي تكون فيها الحراره كثيره. فبالتالي تحطو من الصباح حتى العشيه ملي تكون ديك الحراره كثيره ضرب فيه داك الشمش غيبدا كيتكمش غتدخلو غيكون عند الفران سخون غتنقص البوطة على مهلها كاع يعني الفران قليل بزاف. تسد الفران وتخليه واحد ربع ساعه. فدائما بابي كويسون يعني مراق المنشف البوطة تكون ميته يعني غير بحال اللي كنقولوا حنا غير الدمعه. ياكل الفران دجاج سخون وتخليه مده ديال واحد 15 دقيقه تطفي الفران وتخليه واحد مده ديال واحد ساعه هو في الفران
هو كيحتاج مده بانه يعني تشوفوا باقي ما كرمش مزيان عاود الغد ليه كتخليه كتغطيه بواحد الزويف الغد ليه عاوتاني كديرو في الفران كيكون عند الفران سخون ثاني كتدخلوا الفران صافي النهار الثاني راه كيكون صافي كتلقاه كرم رجع يبس فبالتالي باش تحافظ عليه كتجمعوا ملي كيكرم كديروا في واحد العلبه ولا في واحد البلاستيكه وديروا في المجمد علاش لان الا قلنا اللي غادي نستعملوا اللي كتجيبوه هي من برا ميبس مصوره فيه مواد حافظه نعم. اللي كتخليه باش يبقى بداك اللون ديالو الا بقى بلا نشف وبقى بلا مجمد راه غيخسر ليها فبالتالي تحافظ عليه غير تكمش غير رجع غير شويه ديرو فواحد البلاستيكه وديرو في المجمد شحال كاع ديال الوقت كيمكن لنا نخليه في المجمد في المجمد اللي... ممكن يبقى 6 شهور 7 شهور ما عندهاش مشكل حيت ما تخافش عليه ميبس دائما على الاس ام اس 5566 مبروك عواشركم جميله هدى انا زينب من الدار البيضاء بغيت دجاج معمر بالقمرون والشعريه الصينيه اكيد طلبات ديالكم بالاضافه للهريسه الهريسه الحلوه وكذلك الدجاج معمر بالقمرون والشعريه الصينيه ولي بالمي يكونوا مالحين كل هاد الطلبات ان شاء الله غنجاوبوا عليها الخميس لان كتكون هدى وكيكون عندنا واحد شويه ديال الوقت زايد بالاضافه للشهيوات الرمضانيه اللي طلبوها الكثير من سيدات والشربات اللي غنرجوها ان شاء الله الاسبوع المقبل باش الكل يكون على خاطره مشكوره هدى على كل هاد الوصفات هذه وعلى الشنك مشكوره حبيبتي جميله مشكورين كل المستمعين مستمعتي حبيباتي كل اللي استمع لينا مشكور سواء رجال نساء اطفال لان كيجيوني حتى دي ميساج ورسائل من عند اطفال اللي ما شاء الله عليهم كنشكرهم كنشكرهم بزاف 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 اللي خديناهم نتمنى نكونوا كنا خففنا عليهم نعم عطيناهم استفدوا معنا كيف ما حنا كنستافدوا منهم الاشاره اللي بغى الهاتف ديالي وحتى الهاتف اخر غادي يلقاهم على صفحتنا الفيسبوك شادة الأسرة ما عليكم غير دخلوا لكل طلباتكم لكل استفساراتكم لكل اللي بغى شي كوموند شي حلوه شي حاجه مرحبا بك طبيعه الحال سي سير مشكوره هدى اكيد غنوصلوا معكم باقي فقرتنا اللي بقاتنا فيها في شادة الأسرة فقره واحده اللي هي في بيتنا طفل لكن بعد الفاصل